أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: الكافر الذي وصله الإسلام مشوها على غير حقيقته ثم مات، هل يكون من أصحاب الفترة؟ نعم، اللي ما بلغته الدعوة ولا بلغه الإسلام على حقيقته ومات على هذا يكون من أصحاب الفترة، ما قامت عليه الحجة. نعم، يكون من أهل الفترة إذا كان ما عنده أحد يسأل. أما إنسان بلغه الإسلام مشوها وعنده علماء وعنده ناس يستطيع يسألهم فهذا ليس معذورا، لأنه هو المفرط. أما إنسان ما عنده أحد يبين له ولا عنده أحد يشرح لها الأمر هذا يعذر. نعم.